けるのは嫌だ。オートラ翼に負けるのはもうたくさんだ。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة وايس دريم تيم. كيف حالكم يا شباب؟ شلونكم؟ بخير وصحة وسلامة. واليوم راح ندرب معنا الفريق النوادي إن شاء الله، وصلنا إلى 902,000. عندنا ما شاء الله أخونا سلمان ب 923,000. طيب على طول نبدأ. طبعا حطيت فيه 6 لعيبة الجدد حقين برشلونة، بالإضافة إلى ليفن، بالإضافة إلى بعد جنتيل روبرتو كارلوس، وعندنا اللي هو زينو هرنانديز وتشا في الهجوم. فخلونا نشوف كيف يسوي فريق النوادي. طبعا المشكلة الوحيدة في فريق النوادي إنه للأسف ما عندهم هدنات كافية، عندهم فقط لاعبين عندهم هدن حاليا اللي هم جنتيل والليفن. الفريق اللي قدامي ما شاء الله فريق سوليداريتي أوروبي أتوقع، ما شاء الله وصل ل 923. هلا والله اخوي سلمان، حياك الله. والكره طبعا معنا، وما شاء الله كلهم جايين بقوه يعني كبيره جدا، على طول على طول بس تمر، ويا سلام مرت وتمر تمر. افا ما تمر ما تمر ما تمر تميره تشا مو بذاك القوه، وياخذها يا افا يا عمي. قلب من متى قاف يمرر اصلا؟ ودي اعرف من متى جالفان يمرر اصلا. 22,000، شوف عنده 21,000 تاكل. ديبور عنده 21,000 تاكل، بس اتوقع انه راح يسوي 1-2. شوف والله شات على طول تورنادو شوت، هذه اول مره اشوفه ترى. يا سلام حلوه شوت، اول مره اشوف يعني واحد يستعملها داخل الملعب صراحه. ولكن شوفوا طاقات هرنانديز 24,586 في البانش، مع انها بس اسها بالخمسه طبعا، لانها كافيه ان ان شاء الله يصدها. رهيبه شوتها، رهيبه شوتها مره. يلا سلمان اوبا صدها، وتذهب الى جنتيل. هنشوف الى روبرتو كارلوس. تعال 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 اوريك، تعال اوريك تسجيل الدخول حقي، تعال اوريك تسجيل الدخول حقي. حسب اني بشوت. لا 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 يقول اني متعودين اني اشوت. لا بس مرة هذه ما راح اشوت، مرة هذه ما راح اشوت. لا خذها سايد ماستر. هذا ابي، هذا ابي سينالدو، سينالدو ابي. خش عليه سينالدو، نايس سينالدو. 18-13 عنده برسايس باس، ولكن شوف شكله بيعطيها كليبورت، فبحاول اني اقطعها. مدري احس انه بيعطيني كليبورد. لا 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 دربل، الله دربل. وهذه شكلها بتروح للكليبورد صريحه. جنتيل لا سايد ماستر، اوه بنالتي اريا. جنتيل كبير، جنتيل على طول على سبيل الله ورا ورا. يا سلام، الله 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 يا اخي، هذا قوي مره مره قوي. قلبان مره قوي، وطبعا ترجع الكره له وياخذها. قولي ياخذها جولي، الله عليك يا جولي، الله عليك يا جوري تشيك. دوس كليبرت عالية، ممتاز ممتاز عالية. وعنده 352 مومنتم، لأن عندنا ليفن معطيه 3% كاستات، ومعطيه 5% للحركات الفورس. ويلا يا كليبرت اديله فضية، اوبا فرق اللون لي، ويس تمر. يا سلام تمر، بس طبعا مولر يمسكها بالراحة، مولر يمسكها بالراحة. اوه بعد شغل في الباور وكل فضيات، واتوقع مولر يمسكها بالراحة. فرق اللون له اوف كورس، مسكها بالضبط، مسكها بسهولة كبيرة. بس والله يعني لعيبتي يعني جالسين يسوون انترسبت يعني جميل، انترسبت جميل جدا. وجولي مرة ثانية ياخذها. لا لا هذه ذهبية ما يمر. يلا يا شافي، الله عليك يا شافي، ادم رسوم شافي. يا سلام شافي ايش عنده؟ هذا عنده بريك شوت 1-2. طيب متوقع انه يشوته ترى، فبسوي بلوك هنا وبسوي هنا انترسبت. انا اتوقع بشوت بريك شوت، بالفعل شاته بريك شوت. وانسايد ماستر تشتغل بس انها اي 10، اي 10 يعني ما حتسوي ذاك الشيء الكبير. اي بالفعل اي 10 ما تسوي ذاك الشيء الكبير.
وهذه يطير طبعا. ولكن تذكر ان حركة البريك شوت هذه فيها 10% انها تسقع عرضا بس. عندنا طبعا 24 ألف شوت من بعيد انها اس خمسة فضية. والله ما ادري شكلها جول. جول اس خمسة ما تسوي شيء. لازم نزل استرتين. انا الان ما راح اخلي استرتين بستنى ان شاء الله لاني اتوقع انه قريب راح ينزل جسمه وكبايش النوادي راح يكون اقوى من زينو. فاذا نزل ان شاء الله واقوى من زينو يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا ما عاد في وقت فشوف شوف 23000 17000 شوت ما عندنا الا هيك. وما يوجكتن ميكتا طير يا ابو شط هنا الحين طير انت. استنى الوقت يعني ما في شيء اسوي حق هذا. يا رب رجع 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 لا رجعها رجعها ليش تفكر رجعها رجع لي اياها. طبعا كاتش عاديه كافيه انه ياخذها. وهذا الكاي او ليش ما عندك شوت كاش كلاسيكي انا اتوقع انها تضعف من بعيد الشوت حقي فيه اذا ما انا غلطان. اي نعم تضعف من بعيد. اديني عارف عندنا شوت هنا ايه ايه بس جد ناس. طيب هل يا اخي ودي ادخل تشاف النص بدال الكلايفرت صراحه. هذا جود هذا فيري جود. اوه لا لا خلنا على كلايفرت يلا. شو المشكلة ان عندي هجومين اثنين حمر وواحد اخضر. يعني استنى بس يجيني شنايدر الاخضر. يا الله يطلع مدمر كبير شنايدر الاخضر. اوه نتلسة دخل وخلنا نشوف الليفين اللي معاه ناخذها. طيب بلانس ادخل عليه سب يلا الله عليك. لا جاء معه ما اخذها ولا حكها بعد. ادخل عليه يا جولي جولي قولي ما ادري صراحه من هي تطقونه. طيب هذا عنده والله ما عندي ولا حركه دفاعيه لجولي ف هذه رفعه. هذه حلوه المسحه حقه رهيب كذا يجي على الجنب وعلى طول على تريزا على طول يعني طوالي طوالي وحكها الشافي ومنخفضه وعنده تو ستيج فلاينج درايف شوتا. لا اكزي يلا اكزي رهيبه الحركه هذه احبها جدا. يا رب تطلع لي يا رب يطلع لي من النسخه الحمراء حقتها. حكها يا اخي مستحيل مستحيل يا اخي مستحيل مستحيل يا اخي. ذا اللعب مو طبيعي اللعب مو طبيعي. شوف شكل رهيبه 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 جدا. اس خمسة ما سوي شيء. ارحمنا يا سلمان ترى لعبت كلها اس خمسة اس عشرة اس 15 يعني شوية شوية. طيب مشكلة لعيبة النوادي حاليا انها ما عندهم حارس فعلا يعتمد عليه. يعني هذا الحارس يعني قوي صراحة ولكن عنده طبعا تكمن مشكلة فيه. ايوه لا 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 حلو. فتكمن مشكلة فيه ان تكمن مشكلته ان حكه والله منخفضه تطلع للاسف. فتكمن مشكلته ان الحارس الصد حقته قوتها 455 مومنتم فقط. هذه مشكله فعلا زينو الحقيقيه. يعني انا ان شاء الله لو يجيني نسخه هيرجين هرنانديز الفيست كنسخه اضافيه بعطيه المسك حقته وبكسره كاتش يصير كاتش حق اقوى بكثير من البانش. طبعا حكيناها بس كره له طبعا. خش عليه نايس حلو ليفن. ليفن سان يلا ليفن مره ثانيه. الله ملون وحكها بعد ملون وحكها ما شاء الله. زايده قوتك يا سلمان اليوم زايده قوتك. ها يلا كليفرت اديله بيشغل بعد في الباور. اي نعم شغل في الباور
يلا اكثر ملوم 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 ملوان ذهبيه. شوف 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 وطا نايس وتمر. شوف الا ما اخذها اللاعب هذا. حكا وات كيف حكا يا اخي؟ وش سالفه التحكحك هذا مع اللي قدامي؟ مو معقول يعني قدامي السلفي ما اخذها والاسد لا اقل منها اخذها. ايوه يتحدى تتحدى ببانش. صدى كلها من الحكه كلها من الحكه. يعني عشان تشوفون ان كيف ان اللعب الكره اذا حكت ترى شيء كبير. على ادمنسون اتوقع راح يسوي باس فهسوي انترسبت يعطيها لماتريزا. لا ريتورن بس نايس ادمنسون. السلفيه ما تمر وهذا اللي شافي يلعب. قولي جولي 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 خل نحاول نسوي يلا لا لا ليفن بس برضو ماشي برضو ماشي برضو ماشي الى الشافي شافي الى سابيولا ميد اري ماستر صارت نايس. هنشوف على تحت ما عم بيسوي شيء. شوفوا سابيولا مشكلته انه لازم فل باور علشان يكون قوي يكون يعني مره قوي. فخلنا بسوي الدريبل وبسوي هنا باس لتشا نحاول يعني لعله عسى تكفى سلمان. خلنا نمر حلو تمر من الاول. شوف رهيب هذه يدفى ويدي له كبري واللي بعده اخذها. يمكن لو سويت 2 دربل ممكن تمر. حاولت ولكن يا شباب شو اسوي شو اسوي والله لعبت يعني كلهم اس 10 اس 5 اس 10 اس 10 5 اس 4 انا اسف. بس فعلا يا شباب تراهم يعني اقوياء ترى فعلا ترى يعني لعبه الاقوياء. ولكن انا عن نفس فريقي بس ناقصني انه يكون عندهم يعني اي هدنات يعني ممتازه. اوف مر وش اسمه وبعد يعني هدنات ناقصتهم وناقصهم حارس فعلا يكون قوي وعنده مومنتم عالية. انا بس يعني اذا جاني ان شاء الله نسخه شو اسمه نسخه خل نحاول بانش عادية. فناقصهم فقط يعني انا لو ان شاء الله جاني يعني نسخه من الفيست زينو فراح اخذ نسخه الفيست هذه وبعطيها لزينو النوادي. حتى اصلا عندي اس 58 ممكن اعطيه اس 58 لزينو النوادي واخلي هذاك الثاني كحارس اساسي في فريق اوروبي. اوكي فشكرا اخي سلمان على المباراه يعطيك العافيه. ان شاء الله المباراه يعني كانت ترقعت انا وجهي. طيب يا شباب هذه هم اللعيبه الجدد صراحه تشوفون طاقاتهم ممتازه جدا ولكن ناقصهم فقط يكون عندهم يعني هدنات يعني لعيبه اكثر هدن ممكن تساعدهم في الملعب. ثاني شيء يكون عندهم حارس فعلا يقدر انه يصد الكوره. فشكرا شباب الله يعطيكم العافيه نراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.